أنهت المديرية العامة لقوة الدرك بالتعاون مع الأجهزة المعنية الخطة الأمنية التي سيتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة لضمان سهولة العملية الانتخابية وأمن وسلامة المواطنين، حيث سيتم العمل على توفير الحماية الأمنية خارج مراكز الاقتراع ولدى نقل الصناديق وتأمين مستودعات الهيئة المستقلة للانتخاب ومراكز الفرز والدوائر. الهيئة المستقلة هي المشرفة الكاملة على العملية الديمقراطية من الألف للياء. احنا كدورنا كأجهزة أمنية الحمد لله استعداد من أول ما بلشت أو أعلنوا هذا اليوم، قامت قوات الدرك بمجموعة من الإجراءات سواء على المستوى المحلي كمديرية عامة، وضعنا الخطط الأمنية اللازمة لتأمين الحماية الأمنية للمقار أو للمواقع الفرز والاقتراع، وبنفس اللحظة حتى ما يكون غايب عن ذهن الناس احنا كأجهزة أمنية سواء قوات درك أو أجهزة أمنية أخرى احنا لسنا معنيين بعملية مين فاز مين اقترع، بس احنا الحمد لله معنيين بأمر أنه نسهل الإجراءات ونقدم الخدمة الأمنية لجميع المنظومة اللي معنية بالانتخابات سواء للهيئة المستقلة أو للمرشحين أو للمواطنين اللي بدلوا بأصواتهم. لن نسمح لا سمح الله بأي خرق أو تجاوز على القانون أو النظام والعرف العام. الحمد لله استعداداتنا زي ما حكيت لك جميع قوات الدرك بالإنذار الفوري وجاهزة لتقديم الحماية الأمنية والخدمات الأمنية لجميع المناطق المملكة الأردنية. قسمنا المنطقة احنا أو قسمنا المملكة إلى 6 قطاعات. واجبنا زي ما حكيت هي عبارة عن إسناد للأجهزة الأمنية الثانية وتدخلنا بالقانون وبالنظام أينما تستدعي الضرورة لتدخل قوات الدرك، وهذا معروف للجميع.